الملك لله، لا تنفك في تعب حتى تزايل أرواح وأجساد. واعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثلها الحسد. قناة اعرف دينك. حسد، فأول خطيئة عصي الله بها هي الحسد. فحسد إبليس آدم عليه السلام عندما أمر بالسجود فلم يسجد وعصى الله عز وجل. فالحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا، ومن الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما، ولا عند الموت إلا شدة وهولا، ولا ينال يوم القيامة إلا فضيحة وهوانا ونكالا. فكفى الحاسد مذمة أن الله أمرنا أن نستعيذ منه، كما أمرنا أن نستعيذ من الشيطان سواء بسواء. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. فهناك علامات وإشارات إذا رأيتها فاعلم أنك محسود. فأعراض العين في الغالب تكون كمرض من الأمراض العضوية، إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء، كأمراض المفاصل والخمول والأرق والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد، والنفور من الأهل والبيت، وبعض الأمراض العصبية والنفسية وشحوب الوجه، والشعور بالضيق والتأوه والتنهد والنسيان، والثقل في مؤخرة الرأس، والثقل على الأكتاف، والوخز في الأطراف، يغلب على مرض العين، وحرارة في البدن، وبرودة في الأطراف. فيقول عبد الخالق العطار: أعراض الحسد تظهر على المال والبدن والأولاد. فإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس، فيرفض الذهاب للجامعة أو المدرسة أو العمل، أو يصد عن تلقي العلم وعدم استيعابه، وتقل درجة ذكائه وحفظه. وقد يصاب بحبه للانطواء والانعزال والابتعاد عن مشاركة الأهل في معيشتهم، وبعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب الناس وأحبهم إليه، فلا يستطيع أن يسيطر على أفكاره ويعمل عقله بصورة مستمرة، ويتحدث إلى نفسه ويضحك ويبكي من دون أسباب، ويشعر بعدم السعادة والشعور بالصراع والأرق وأحلام مستمرة بالكلاب السوداء والثعابين والنار والدم والفئران والسحال والنمل والعظام. فقد أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن طرق التداوي، منها عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين، بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعليك بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى نهاية السورة، وقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وعليك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. فقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها:
كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. فاللهم اكفنا شر أنفسنا واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.